وصلنا معلم. هونيك معنا 5 دقايق. فهمنا خلاص. إذا ما طلعنا بعد ما ناخد البنزين رح يقوصونا، ومين ما كان يكون رح يقتلوه يدفنوه. كم مرة بدك تلي هالحكي؟ معلم دفعنا مصاري كتير لنعرف المحل. إذا شكوا فينا أو فشلنا بالشغلة انسالة هاد الزلمة، ما بقى ممكن نلاقيه. عم تعرق كتير، شو بدك تكشف حالك؟ من الشو. لا الجو مانو شو حلو كتير. السلام عليكم. وعليكم السلام. فلل السيارة. على رأسي. شكلك تعبت. أنا رح سوق. بس أنا مرتاح. أنا رح سوق. المحطة الجاية بعد كم كيلومتر؟ لوين بدكم تروحوا؟ على كربلاء. بس انت بالطريق الغلط. مو مستعجلين. شكرا. اهلين. ليش ما عم تشتغل؟ نحن لازم نروح.
بقول لك نط بتنط. يلا بوم. Who are you? Who sent you? لا تحكي بدون ما حدا يسألك. لازم نطلع. بعد شوي بيكونوا هون. تتصل باللي بدك اياه على الطريق. دخيلكن طالعوني. بعطيكن شو ما بدكن بس طالعوني من هون. أنقذت زلمتي يا مراد علمدار. كل شي رح يكون مثل ما حكينا. رح جيب لك زلمتك وبتعطيني بنتي. إذا بتحكي شوي تاني وأنت عندك رح يقتلونا كلنا. أنا كل شي عم أعمله هلأ من شان بنتي، مو من شان زلمتك ورغبتك. عم تفهم؟ لو علي اللي قتلت لك يا هلأ أو بقتله لما بوصل لعندك. أي ماشي، أنا وعدتك بهالشي. قد ما بنتك مهمة بالنسبة لألك، هذا الزلمي مهم بالنسبة إلي، مفهوم؟ امشي يا زلمته المهم، امشي. وصل على اسطنبول رئيس محطتنا الجديد يا طويل؟ وصل سيدي، قبل شوي تحرك من المطار باتجاه مقر سكنه. وبنته ومرته؟ جايب معه بنته. اتصلت شي بصديقك الارهابي؟ عمي ما رد علي، رح يرجع يتصل. وينه هلا؟ طلع على الجبل؟ عمي انت ليش معلق على فرات؟ بلا معلق عليك،
على أساس بلاقينا كاظم كاشف شغلتك وعملتك التأجيل. إذا الزلمة مو بالساحة شو يعمل فرات؟ بدي أسألك وأسأل رفيقك الإرهابي عن واحد مو بالساحة؟ عمي أنت قلت لي بدك تعلمني هذا الشغل، التعليم تبعك إني أشتغل بالشاي؟ من زمان هيك كانوا بيعلمونا، شوف إذا بيناسبك. شي أخبار؟ ما في. لأنهم هدول موجودين ما رح يجي الزلمي، ليش لا يجي؟ قلت هالحكي لعبد الحي، بعتت خبر على كل محل مشان كاظم كاشف أغلو، بس بوجود هدول هون ليش لحتى يجي؟ بيعرف إنكن عم تحموني. وإنت بتقدر تدبر حالك لوحدك؟ بقدر. ما بيقدر، شلون بده يدبر حاله وهو عاجز؟ أمي أصلاً نحن رح نكون هون، بده يدبر حاله بس دقيقتين. ليش الموت كم دقيقة بده يا ابني؟ لا تتدخل يا امي، ما بدي اني اعيش هيك. اذا بده يجي الاجل يجي ونحن عم نستناه، مو نحن خايفين. يعني اذا ما بيجي الموت بتدور عليه وبتلاحقه؟ ما بيصير تشد على الحية بتعضك. ليك يا سيد، اذا مفكرين تسحبوا رجالكم من هون انا راح اخذ ابني وروح. نحن ما قلنا شي امي، خلاص خلي الشباب هون، بعدين ما رح تضيفينا كاسة لبن عيران، متنا من العطش. انت ليش عم ترد على كلام امي؟ خلاص حميد، بلا ما تحط لنا امك بالعيران سم وتقتلنا، امك بدها ابنا يعيش. احتمال كبير برا البلد. وقال لك إن لقينا البير. نحن كمان منعرف هذا الشغل، كيف مخابرات دولة ما بتلاقي الزلمة؟ تغيرت الأمور هلأ، ما بقى في مساومات، أول ما حيبين رح ينقبض عليه. الزلمة تربى بيناتنا، بيعرف شو رح نساوي، اسمح له يتخبى 3 أشهر. تعرف المعلم عطى وعد ليشار، وعده يجيب له كاشف أغلو، وكل مرة منقل له ما عم نقدر نلاقيه بتتوتر أعصابه وبيعصب. يشار أغا ما قدر يحافظ على بنته، خليه يحافظ على ابنه. الناس اللي بيشتغلوا بهذا الشغل إلا ما يدفعوا الثمن شي يوم. معلم ما عم يقول مين هو. يلا دخلوا لشوف، الله يعلم مين هذا اللي عم بيقول انه صديق لابي. تفضل. معلم ليش ما قلت مين انت؟ تفضل. من زمان كان مهم مين نحنا، هلا شو أهمية هالشي؟ شطبوا على كل الناس المهمين وصفوهم. الله يخلي لنا هالدولة، ما عنده وفا لحدا. أنت بتعرف شو اللي عملوه بأبي. معك حق، ونحنا كمان ما عاد عنا وفا لكم. قابلني بأبوك لحتى أطلب منه السماح. عفوا، أنت مانك متأكد إنه أبي مات؟ أنا بعرف إنه كارا عايش. معلوماتك غلط يا معلم، أبي شبع موت. أنت هلأ سلم لي على أبوك وأنا رح موت مثله، بس إذا أبي شوفني قبل ما يموت عندي شي رح أشرح له إياه. أنا ما بعرف وين أبي لحتى أقله يلي قلت لي إياه هلأ، بس منيح أنه مات حتى ما يشوف أحوال دولتنا وين صارت. Thank you.
هي ما فيها زوايا. قصيتها. طيب أعطيني شاي. ما في عنا شاي. الشاي كمان قصيته؟ والشاي قصيته. نالع من هون قبل ما قصك شافتين. نعم سيدي. شو عم تعمل انت؟ انت اللي شو عم تساوي سيادة المدعية؟ نحن هون عم ناخد افادات. اخي ممكن تطلع دقيقتين؟ وانت كمان عايشة. انت باي حق بتاخد افادات الناس بهي الطريقة؟ ليلى، نحن اتنين منعرف انه ايرسوي اولوبي ما مات منتحر ومات مقتول. وعندك دليل على هالشي؟ شفت بعيوني. روح افحص عيونك إذا هيك. الطموح عمالك ياهم. احكي معي منيح. اللي شفته منطقي. مراد وميماتي كانوا عم يحاولوا يمسكوا الزلمة اللي رمى حاله. كانوا يكرهوا لهذا الزلمة. ليش لا يتركوا يموت هيك بهي السهولة؟ طيب وين تسجيل الكاميرا؟ بعتقد الأصح إنك تروح وتدور على التسجيل. أنت مدعي، معقول إنك عم تضغط على الشرطة المساكين لحتى يقدموا إفادة ضد مراد؟ ليش ما بتتركي وتصيري محامية وتجي تدافع عن موكلك؟ أنت أساساً اللي لازم تترك. ليش لا تخليهم يكذبوا؟ عم بتساوي قيمتك ممسحة بسبب غيرتك العمية من مراد. أنت غلطانة، أنا ما بغار من حدا بنوب. معناتها طلب مراد وميماتي وخد إفادتهم. الإفادة بسيطة، بالأول بيفكروا جوا شوي وبعدين منخليهم يقدموا إفادتهم. قدمت طلب توقيفهم ما هيك؟ ليلى ممكن تسمحي لي دقيقتين؟ بخلص شغلي وبجي لعندك. شو عم تدققي طلب توقيف مراد؟ لا عزيزي، قاعدة عم راجع شغلة تانية. طيب شو بدك تقرري؟ ليلى في حدا غيرك بيقدر يسألني هذا السؤال؟ لا ما في، لهيك أنا عم أسأل. مانك واثقة بالقرار اللي بدي أعطيه؟ أنت أكتر وحدة أنا بوثق فيها بصفتك إنسانة وبصفتك قاضية، بس بسبب فريد عم بيوجه الملف. وأنا غبية لدرجة إني ما أعرف هالشي؟ مانك هيك. شو بيعرفني أنا مشوشة؟ رحت لعند فريد وانفجرت، لهيك إجيت لهون معصبة منه. وقعتي بغلطة كبيرة. تعرفي إنه ما بيصير تخلطي بين شغلك وحياتك الخاصة. أي حياة خاصة؟ أنا بعرف شو الموضوع ومين ما كان رح يعمل مثلي. صرخي واسألي واعملي اللي بدك ياه، بس لما بيكون الموضوع مراد ما حدا رح يفهم الموضوع هيك. انت يا بيلسان بتعرفيني وبتعرفي اني كفلانة مراد. ليلي هلأ هذا حبك لمراد ولا غضبك من فريد؟ انا بعشق مراد، لهيك عشقت مرة بهالعمر. ليش لا يدخل الزلمة على السجن ما هيك؟ هيك. هي اخيرا اعترفتي. شفتيني كيف انا قاضية شاطرة وخليتك تعترفي؟ اذا بتصدقي كل كذبة مثل هي معناتها تعبتي بالقضاء على الفاضي. Thank you.
يكذب. ما في كذب بالمخابرات أخي، هنيك بتعرف وبتاخد نفس وبعدين بتخبي الحقيقة. أنا ما بيطلع مني زلمة مخابرات، ما بتزبط معي. ليش؟ أنت أشطر منه. يعني عم تقلي أني كذاب؟ معلم ليش؟ مين بيقدر يخبي سر مثلك؟ السلامة معلم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. بدان ليش مطولة؟ هاي لأني حلفت يمين ما رح أحلقها قبل ما أقتل فيلر. طالعة حلوة عليك معلم. حدا منا يروح مع الإسعاف معلم، هدول ما بينوثق فيهم، عند اللزوم من أوس براسهم. ميماتي بتعرف أني ما رح أوصل. معلم بلكي فيلر ما عطاك بنتك. لا رح يعطيني إياها. معلم نمر على البيت؟ لا لعند فيلر. شو عملتوا بكاشف أوغلو؟ عبد الحي بيلاحق هاي الشغلة. مو مبين شي معلم. أنا قلت إنه نسحب رجال من عند حميد، بس هذا وأم حميد ما عم يوافقوا. كاشف أوغلو عميل مزدوج سابق، ما بيطلع قبل ما تجبره ليطلع. منين بدنا نبلش معلم؟ كل واحد له بداية. قلت لك اني رح انقذك ما هيك؟ هو انا ما فقدت املي ابدا. سيدي مراد على بدار راح على البيت. فيلر وينو؟ أنا هون يا مراد على مدار. شو مفكرني لحقت لك قبل ما حط بنتي بحضني؟ بعتقد إنه أنا وياك صرنا أصدقاء، والموت ما بيدخل بين الأصدقاء. والأصدقاء كمان ما بيكذبوا على بعض. أنا وفيت بوعدي والدور صار عليك، لازم تعطيني بنتي. بنتك باسطنبول عند صديق بعرفه وبحبه كتير. الشباب رح يعطوك كل المعلومات اللازمة لتوصل لعنده. لما بتحط بنتك بحضنك بوسة عني كمان. ماشي يا شباب،
أنا بشكركم كتير، كلنا تعبانين، بلكي بكرة منرتب البيت. أنا بودي إلي عتختة. إذا فائت احكي لحكاية. ماشي تعالي سيدي. أنا بعرف منيح إن الوقت متأخر لهيك حديث، بس في نقاط ضعف تتعلق بأمن بيتكم سيدي. تركيا دولة صديقة وحليفة لإلنا، نحن هون مأمنين كأنه ببيتنا. ها جبت الملف المتعلق بفيلر؟ إمتى قال رح يرجع أمريكا؟ يلي فهمته منه إنه عم يستنى لتوصل سيدي، ونحن ما منقدر نضغط عليه أكتر. على أبعد تقدير رح يسلم مهامه الأسبوع الجاي سيدي. أنا صرت على رأس عملي، ما في لزوم نستنى أسبوع. بكرة بتبلغ فيلر بشكل واضح إنه انتهت فترته. حاضر سيدي. ليش رجعت له لمراد على مدار بنته؟ أنا بس دليته على محلها. إذا أخذ مراد بنته معناتها رح يزيل أكبر أعدائي بالشغل تبعي، وهيك بيروح مراد كمان. إذا ما قدر ياخدها رح يكون مراد راح، ووقتها رح دبر حل لأكبر أعدائي بشي طريقة تانية. ومين بيكون هو أكبر أعداء؟ ابن السي آي اي اللماع الجديد. هو ما بيجي ولاد وانت رحت عطيته بنت مراد؟ الولايات المتحدة دولة كبيرة كتير وقوية، وعطتنا كل شيء، قوتنا ومصارينا والشهرة تبعنا وعيلتنا كمان، حتى الولد يلي الرب حرمنا منه. نحن شو عم نستنى معلم؟ يمكن فيلر يتحرك ويغدرنا. معلم بحضر لك شي أكلة تاكلها؟ لا شكرا ما بدي أكل. اليوم رح ندخل معلم، بكرة رح نشوف مين هدول وشو بيشتغلوا، والمسا ندخل. مين في بالبيت؟ سيادة المدعية. مين طلع الزلمة؟ طلع الزلمة اللي عينوه محل فيلر، والحقيقة ما قدرت أسأل أكتر لأنه سألوني ليش عم بسأل. بما أنه رح نقتل الزلمة معناته عدو فيلر. طيب شلون؟ معقولة عطى راهف لعدوه؟ فيلر مفكر حاله ذكي كتير، بيخطط لكل شي، والعقل مكانه بالراس، فشو لزومه بغير محل؟ ماما نازك؟ ما رح أكل بنتي كمان وقت الظهر. ما أكلتي شي ماما نازك؟ ليش بدي أكل بنتي؟ إذا أكلت بقوم على رجلي، ماني جوعانة. بابا عمر ما رضيت تاكل. بنتي تركي لي الصينية إلي، هاتي. إذا أنت ما جعتي أنا ما جعت يا مرة. يا رجال شو علاقة هي بهي؟ كرمال الله لا زعلني منك.
إذا ما أكلتي شلون بدها تجي القوة لركبي؟ يعني إذا أكلت بتجي؟ إذا الله راد بتجي، بس إذا أنت استسلمتي وما حاولتي ما بتجي. أنا مبسوطة هيك والحمد لله، بس أنا مو مبسوط من حالتك ومو عاجبتني. معقول كون هالمرة اللي وقعت هي الوقعة؟ طول عمري وأنا بخدم وبطعم الناس، معقول وقع هالوقعة واحتاج حدا يطعميني بآخر عمري؟ يلي عملتيه للناس وطعميتيهن عملتيه مشان الله ومشان تسعدي نفسك. حالتك هي امتحان. ومشان شو هذا الامتحان؟ امتحان لتعطي آخر نفس من جواتك. يا مرة في أسوأ من السيء. شو للتانية اللي نشلوا إيديهن ونعموا عيونهن؟ هادنك عباد الله، قولي لي مو هيك؟ بدك تقولي عمر كل شي عنده تمام وهو بخير، لهيك عم بيحكي. بس صدقيني لو اجوا سألوني مستعد يا مرة اني اعطي كل اعضائي مقابل رجليك. بس مشان ما اشوف وشك الضحوك زعلان وشاحب. بابا الأكل صار جاهز. طلعت من قلبي إني أقول لك بابا، قل لي إذا تضايقت. معقولة بنتي، أنت فرحتيني كتير. فقدت أبي وأنا صغيرة كتير، فكرت إنه هذا أكبر وجع، بس لما عم شوفك هلا فهمت انه وجع خسارة الاب لبنته بيوجع اكتر بكتير. يمكن ما صير بمحل بنتك، بس انا كمان هلا بمقام بنتك. يلا نمشي. أهلين وسهلين نهاد. أهلين وسهلين عمو يشار. شو كنا وين أمك؟ قال رسع مجاعة ما رح تأكل. شلون صار لبعتك عمك ميماتي؟ المعلم مراد جاي على المكتب، يمكن رح يحكوا شي خاص مشان هيك. منين جاي المعلم مراد؟ عطول عم بيروح برا البلد وبيرجع. شو عرفك لوين عم بيروح المعلم مراد؟ أنا عم قول اللي سمعته من أمي، كأني عم بحكي معك. صار لي زمان ما شفت مراد، بدي روح شوفه. Thank you.
ما قلت لك لا تجي لعندي؟ قلت لك ما بصير تحمل سلاح. شو مشكلتك انت؟ ليش ما عم تسمع كلمتي؟ بابا سأل عنك كاشف أغلو. انت ابوك مات، مين ما سألك بالدنيا ابوك مات. وانا هيك قلت له بابا. انا اتفقت مع الدولة يروح كاشف أغلو وينقذ حياته بطريقته. مرة تانية اسمع شو بدي قلك، ما بتجي لعندي لهون حتى لو ماتت اختك. اذا لازم شي انا بيجي لعندك. بابا انت لأمتى رح تبقى عايش هيك؟ انا مو عايش، ميت. وانت اذا ما بدك تموت يا ابني تعمل اللي بقلك عليه، فهمت؟ مين هنيك؟ ليش ما رديت دغري؟ حبيت شوف إذا سلاح بيلبق لإيدك. شغلتك وعملتك المنفخة بس وقتك خلص ونفست مثل البالون، انت هلأ بإيدي. بس أنا ما بقدر أعيش بلا هوا. ولا يهمك تغير كل نظام التهوية بالسجن، طبعا إذا ما مسكك مراد أو يشار أغا. شفت رئيس الحكومة؟ بدك كتير جرأة ليلفظ الواحد اسمك قدام رئيس الحكومة. إذا ما عندك ياها اترك الشغل. رح أترك الشغل لما بتنظف البلد من أمثالك. إذا بدك تنظف البلد خليني دلك على محل الزروة. مين الزروة؟ كارا، بما أنك على رأس المؤسسة لازم تحط توقيعك. بس إذا هلأ بتسلمني ما حدا رح يقلك يعطيك العافية. بس إذا بتمسك واحد معروف إنه مات وبترميه بالسجن الكل بيقولوا لك حلال عليك. أنت حللي شغلتي وأنا بعطيك أسماء كتير مثل كارا. صاير ما عم بقدر نام، عم بعمل كل شي مشان نام، باخد دواء وبشرب كتير بس ما عم بقدر نام. كل ما غمضت عيوني بشوف قدامي كاشف أغلو، بصير بقول لحالي شبك شبك يا شار، انت ابن القطرجي الكبير، عندك أصدقاء وعندك القوة. وكل هالشي ما عم تقدر تعمل شي، على القليلة امسك هالزلمة وعاقبه بإيد العقوبة اللي بيستحقها. بالأول ببلش عادي حالي، بعدين بعادي أصدقائي وبفكر إني أقتلهم كلهم واحد واحد. يا شار آغا أنا بعرف شعورك. بعرف هالشي، بعرف انه بنتك ماتت، مشان هيك اجيت لعندك لفضفض لك. انا بعرف انه رجالك عم يدوروا على كاشف أغلو، ومتأكد انكم وقت رح تمسكوه رح تجيبوه لعندي. بس انا كنت حابب احكي. ولا يهمك، وانا في شغلة واحدة بقدر اقول لك اياها. بعرف انه صبرك وصل لآخره، بس كمان أعطيني شوية وقت.